ما فيش شك إن النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي لعب دور محوري في تأهل منتخب المغرب التاريخي للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 على حساب منتخب أسبانيا. وكتب أشرف حكيمي اسمه بحروف من ذهب في عالم كرة القدم بعد ما كان السبب في إقصاء منتخب أسبانيا من كأس العالم. اتولد أشرف حكيمي يوم 4 نوفمبر عام 1998 في مدريد بأسبانيا، وكانت نشأته في مدينة ختافي. انضم أشرف حكيمي للتدريب في فريق محلي اسمه ديبورتيفو كولونيا، وده الفريق اللي كان مفتاح دخوله لبوابة الكرة العالمية. وفي الوقت ده حكيمي لفت أنظار مكتشفين مواهب في فريق ريال مدريد اللي ضموه هو لسه عمره 8 سنين في عام 2006، وواحدة واحدة تم تصعيده للفريق الأول سنة 2016 في عهد الفرنسي زين الدين زيدان اللي ضمه للفريق الأول، وبعدها تم إعارته لبروسيا دورتموند الألماني علشان يتألق معاهم في الفترة ما بين 2018 و 2020. بعدها انتقل لإنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو في موسم 2020-2021، ومنه لباريس سان جيرمان في صيف 2021 مقابل 60 مليون يورو. حكيمي كمان واحد من اللعيبة القليلين العرب اللي تم تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا، ده غير إنه سايب بصمته الفنية الاستثنائية مع كل فريق انضم ليه. أشرف حكيمي ظهر لأول مرة على المستوى الدولي مع الفريق الأول لأسود الأطلس يوم 11 أكتوبر 2016 بعد مشاركته كبديل في الفوز بنتيجة 4-0 على كندا في مباراة ودية. وفي شهر مايو عام 2018 تم اختياره في تشكيلة المنتخب المغربي لكأس العالم 2018 في روسيا. كمان تم استدعائه للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر و2021 في الكاميرون، وكان من ضمن اللعيبة الأساسية للفريق. مشاركة حكيمي في كأس العالم 2022 استثنائية، وقدم أداء فني قوي خلال المباريات اللي شارك فيها سواء في دور المجموعات أو في دور الـ16 ضد المنتخب الأسباني.